الليلة يحمل معه ملفا محيرا حوله من مدان بجرائم إرهابية وبحكم غيابي إلى بريء منها كبراءة الذئب من دم يوسف. هل عاد إلى العراق بصفقة سياسية كما يقال، أم أن المرحلة الماضية كانت تدار كحرب ملفات وتسقيط سياسي؟ دعونا نشاهد هذا التقرير لنتعرف على الضيف أكثر. ضيف هذا اليوم هو ضيف خاص في قضية خاصة، الشخصية الرئيسية في سيناريو هوليودي بإخراج عراقي اتهم بسبعة جرائم تستحق أقلها الإعدام بحسب القوانين المحلية. اختفى لأكثر من 7 أعوام عن المشهد وعاد بريئا براءة الذئب من دم يوسف. يقول أن إزعاجه للكثيرين من أصحاب القرار والمتحكمين هو السبب في ملفات يزعم أنها حيكت له وتراكمت بغرض الإيقاع به وتشويه صورته السياسية. رغم هذا فهو المتحفظ عن اتهام جهة أو اسم في ملفات كثيرة برأ القضاء ساحته منها إلى الأبد. قصة شغلت الرأي العام عن سياسي اتهم بدفن العشرات أحياء وتهجير عراقيين من منازلهم وبأنه العقل المدبر للتفجير الانتحاري في مبنى البرلمان عام 2007. سياسي دارت عليه الدوائر، مصادرة أموال واعتقالات طالت العائلة، رحلة منفى سياسي ومطاردة من بغداد إلى عمان إلى دمشق ثم كوالالمبور، حتى حانت العودة مع تغيير الحكومات وتبدل رأس النظام القضائي وضمان محاكمة قال إنها كانت عادلة. من جديد أرحب بكم سادتي المشاهدين الكرام، ضيفي لحلقة هذه الليلة السيد محمد الدايني النائب في البرلمان العراقي السابق. مرحبا بحضرتك سيادة النائب. مرحبا بك. أبدأ مع جنابك مما ذكره التقرير، سيناريو هوليودي فعلا يبدو كذلك، وربما يرى الرأي العام أنه فعلا سيناريو هوليودي. كيف تعلق؟ ألا تتفق مع هذا القول؟ شكرا جزيلا أخي حسام، شكرا، شكر موصول لإدارة وكادر ومشاهدي قناة الشرقية. حياك الله. يا مرحبا فيك. حقيقة هذا ملف الدايني هو ملف لا زال يشوب الكثير فيما يخص لأروقة المجتمع العراقي والرأي العام العراقي، ويحتاج حقيقة فهم واسع معمق، يحتاج إلى تفكيك. أكيد إحنا نحاول نفكك اليوم أنا وأنت. إن شاء الله إن شاء الله. شلون بدت القصة؟ حقيقة هاي القصة بنيت على أساس مخبر سري. المخبر السري فقط في قضية محمد الدايني يعني استهدف أكثر من 1000 شخصية عراقية، والكثير منهم يعني كتب تقارير على 1000 شخصية تقصد؟ نعم نعم. هذا المخبر السري حقيقة ذو الرقم 48، وهو أساسا ينتمي لأحد مؤسسات الدولة العراقية. هذا الشخص هو من محافظة ديالى، يسمى هشام المهداوي. وفقط في هذا الملف أكثر من 1000 شخص تم اعتقاله بسبب هذا المخبر السري، وأيضا هناك من الضحايا يتجاوز أكثر من 4000 شخص عراقي بمحافظة ديالى أيضا كان مصيرهم نفس مصير الألف. هنا نريد أعرف قضية مهمة. المخبر السري لما يعطي معلومة، ما يبدأ هنا دور المؤسسات الأمنية أولا من ثم دور القضاء. أثناء التقصي وأثناء إدارة الملف بشكل عام، سواء بالقضاء أو ما قبله بالتحقيق الابتدائي، شنو اللي تبين عندهم؟ ليش مشى الملف بهذه الطريقة السريعة والطريقة اللي أعطت للرأي العام أن القضية خلص محسومة وبها هذا الاتجاه؟ هو أكيد الطريقة اللي تعاملوا بها مع الملف جاءت ذات العلاقة ابتداء من المخبر السري للدوائر التي حققت في هذا الملف، وصولا للقضاء وتضليل القضاء. هذا أيضا الأمور اللي القضاء واعي إلها، والدليل هذا المخبر السري الآن ينال عقابه وأخذ جزاءه بموجب القانون، لأن فعلا ظل العدالة. لكن
طريقة إدارة هذا الملف من هذه الدوائر وأيضا من البرلمان في وقتها. حقيقة استند المخبر السري إلى معلومات وهذه المعلومات لا وجود لها بالأساس، بل تناقض بحجم الكم الهائل من المعلومات بإدلاء بإفادته، وعلى أثرها اعتقل بعض من أفراد الحماية وتم إظهارهم على شاشات التلفزة، وشفتهم. أنا كنت في جلسة البرلمان، لا أريد أن أتحدث عن الموضوع لأنه تحدث في عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا، لكن الحالة اللي ما كانت متماشية مع البرلمان العراقي في يوم 25/2/2009 القضاء يرسل كتاب رسمي مرفق بملف قضية الدايني لرفع الحصانة عنه، تحديدا عند الساعة 12 ظهرا وصل إلى أروقة البرلمان. أنا كنت في طريقي إلى المطار لزيارة عائلتي في عمان. هناك آلية متبعة داخل البرلمان، أي ملف يصل لأي نائب طلب الحصانة، هناك لجنة مشكلة في وقتها، كانت هذه اللجنة برئاسة النائب بهاء العرجي في وقتها، لكن مع الأسف لم يتم تحويل هذا الملف إلى اللجنة المختصة لغرض دراسته والاطلاع على حجم الجرائم أو الاتهامات الموجهة للنائب. ورفعت الحصانة على نحو سريعان، عندي فيديو على هذا الموضوع وراح نعرضه وراح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل كامل، لكن أود أن أسأل، بالحقيقة هو الملف محير ويبدو أحجية، كيف لمؤسسات دولة مختلفة قضائية وتنفيذية أن تسوق اتهامات وتدين بموجبها نائب في البرلمان بسبع جرائم، سبع جرائم من ضمنها يمكن 150 واحد مقتول، شيء ما ادري ايش هو من ضمنها قتل 155 شخص. وين هم ذول 155؟ قتل بعض الاشخاص باليرموك، اعرف قتل صاغ الذهب. جميل، هسه خلينا نحكي عن 155. هذول 155 قتله وجثث موجوده وقالوا اللي قتلهم فلان، لو هو اصلا ماكو هذا القصه. اخي حسام، لو تنظر للملف وطبيعه الملف والمعني بالملف، ليش هو العملية واضحة، كانت أكو بصمات سياسية للاستهداف، كون كان عملنا إحنا معني بحقوق الإنسان، تعرف المرحلة الماضية كان شابه الكثير خاصة هذا الملف، وأكو انتهاكات وانتهاكات موثقة مو فقط داخل العراق وإنما خارج العراق، فهذا عملنا في وقته أزعج بعض المتنفذين وأصحاب القرار في العراق، وحقيقة كان يشكل خطورة كبيرة عليهم، لكن احنا كنا نتعامل بمهنية بموجب دورنا الرقابي ضمن مؤسسة البرلمان، لكن الطريقة اللي سيقت الاتهامات بها كانت خطيرة جدا، يعني حتى الكثير من الزملاء ما كان يصدق هذا الحديث. قتل 155 شخص من ساقوها بهذه الطريقة، بالتحقيق تعرف ماكو شيء انه قتل 155، غير ال155 وين جثث مالتهم؟ ما كانت موجودة أصلاً ماكو مخاطبة والديالة، أكو الجريمة قتل 155 اتضح أنه لا وجود مخاطبة رسمية طبعاً. تعرف جنابة كان كنت غادرت خارج العراق، بقيت 8 سنوات أشتغل على هذا الملف لكي أثبت براءتي، وتوصلت لقرارات دولية معنية بالقضية، وأكو لجنة تحقيقية دولية تتابع هذا الموضوع، وأعلنت البراءة بعد سنة من التحقيق، يعني مو لجنة عراقية. كان هناك مذكرة اعتقال دولية يعني صادرة من انتربول، صحيح؟ موضوع الانتربول حقيقة كان يعمل ضمن آلية المتبعة، لكن في قضية الدايني بعد ما صدرت القرارات الدولية وأوعز للعراق أنه يشكل لجنة تحقيقية، وشكلت اللجنة برئاسة جعفر الموسوي، وجعفر الموسوي أيضا 9 أشهر مع اللجنة توصلوا أنه الدايني بريء والاتهامات كلها كيدية، وكانت قرارات اللجنة مطابقة لقرارات اللجنة التحقيقية الدولية، وفاتحوا اللجنة التحقيقية أنه فعلا احنا توصلنا مثل ما توصلتوا أنه الدايني بريء. هنا حدث ما حدث فيما يخص للمؤسسات المحلية، تعرف هذا الموضوع نعرض على أعلى جهة بالأمم المتحدة، وصدر قرار بالإجماع عدم التعامل مع بعض الجهات ذات العلاقة ضمن المؤسسات الأممية بالإنتربول طبعا، وقفوا تعاطيهم وتعاملهم مع العراق لحد هذه اللحظة. ويؤسفني أنه حتى المجرم والبريء بالحالتين يعني، هذه على خلفية القضية اتهام حضرتك بها، طبعا قضية الدايني هو نموذج للحال اللي موجودة في العراق، فمشت على هذا الأساس. طيب شنو اللي صار بكوالالمبور بالضبط؟ كانت المذكرة موجودة فعالة وألقي القبض عليك هناك بالمطار، لو شنو طبعا كنت في كوالالمبور وفعلا ألقي القبض عليه.
لكن تعرف المجتمع الدولي يعرف القضية التحقيق. كان عارف خضعت في حين التحقيق وأثبتت قدامهم أن هذه القضية طبعاً موجودة طبعاً داخل هو دخل على خط المجتمع الدولي وعرفوا أن القضية هي قضية مثل ما تحدث من اللي كان وراء هاي القصة؟ مالك ولا لمبور؟ لا ويا وراء القصة كلها مالتك اتهامك وهذا المنفى تقريبا اللي رحت به كم سنة؟ ست سنين؟ ثمان سنوات ثمان سنوات ها؟ نعم. ومن ضمنها السجن تقريبا أو حبس على ذمة التحقيق سنة بقيت قرابة السنة في التحقيق من رجعت للعراق وكانت جلسات تحقيق يعني مو جلسات حالي حال أي مواطن عراقي متهم طبعا لأنه منو كان وراء هذه؟ تعرف اليوم من نريد يعني نشخص من الشخصية أكيد أكو سياسة خاطئة بالمرحلة الماضية أكو شخصيات هي كانت منزعجة من حالة كشفنا للانتهاكات وكانت ما يليق لها هذا العمل أكيد هي كانت وراء هذا الفعل شنو اللي كنت تسوي ما يليق ما يروق لهم بشكل أو طبيعة عملنا كنواب يعني عندنا دور رقابي وهذا الدور الرقابي أعطانا صلاحيات اي انتهاكات انا كنت يعني جزء من ملف حقوق الانسان في العراق وفيما بعد اصبح جزء من ملف حقوق الانسان خارج العراق هذه الانتهاكات اللي كنا نتوصل لها وكنا نعرضها بالبرلمان تدري هذه انتهاكات اكو اطراف هي وراها هذه الاطراف اذا كانت اطراف عراقية طبعا اطراف اذا كانت اطراف سياسية مشكلة ضمن الحكومة أو ضمن الكتل السياسية الموجودة تعرف هذا ما راح يليق لها وبالتالي يقول لك إحنا هذا الموضوع يزعجنا فذهبوا لهذه هي الخيار فيما يخص عملية رجوع داخل العراق يعني أيضا شابه الكثير شلون رجع هي صفقة سياسية كانوا معترضين أصلا لا هو ما كان أكو اعتراض تعرف الحالة بعد تشكيل حكومة برئاسة السيد العبادي تغير كثير من المفاهيم داخل البلد وكان ملف الدائن حقيقة معيق لكل عمل مؤسسات الدولة خارج المجتمع الدولي طبعا فتدري أكو اهتمام من الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة فهذا الملف أريد به أن يحل وأكو شنو اللي يخلي المجتمع الدولي يهتم بهذه القضية مع أنه هي قضية فردية المجتمع الدولي ما ينظر انه لهذا الشخص اذا كان مسؤول او مواطن عادي مجرد ان تصل الحقائق والحقائق تصلها بشكل حقيقي يتعامل معها فكيف اذا كان نائب له دور فاعل مع الاتحاد الاوروبي وجزء من لجان متخصصه داخل الاتحاد الاوروبي ولجان متخصصه مال الاتحاد البرلمان الدولي اكيد راح يتعامل معها لان طبيعه عملنا يعرفه بالمناسبه كل البرلمانيين فيها ريسك بعملهم في خطوره ما كان اكو صفقه اطلاقا المجتمع الاوروبي ما يتعامل بصفقه اخي حسام مو مجتمع الاوروبي بداخل العراق ما حد يتوسط محاضرات اطلاقا زملائك اللي كانوا بالبرلمان كتلتك ومن غير كتله ما كانوا تعاون وياهم بهذا الاطار صح اقول لك شغله كثير من اخواننا وزملائنا متعاطفين مع قضيتي اللي يعرفوني عن قرب زملاء من كتلتك لو من البرلمان بشكل عام بشكل عام لا لا بشكل عام وعمليه رجوع العراق ما اجت يعني انه صدفه العمليه بعد التغيير الحاصل بالحكومه اكثر من سنه وكانت مخاطبات بيني وبين الجهات ذات العلاقه الدوليه واكو مخاطبات الجهات الدوليه مع الجهات المحليه وحتى الحكومه قالوا احنا نوفر له غطاء يعني يضمن محاكمه عادله للدايني هو المجتمع الدولي ما يريد غير هذا يريد انه من تجي تخضع اليوم للمحاكمه محاكمة عادلة حالك حال اي متهم بس توفر لك عوامل المحاكمه العادله وهاي فعلا توفرت وجيت للمطار ونزلت بالمطار ورحت للمحكمه يعني هاي قصه ايضا نتحدث عنها واسقطت الاتهامات ورحت للسجن وبدا التحقيق معي يعني بعض لازال الكثير يعتقد انه هي صفقه الصفقه ما يعني باسبوع باسبوعين بشهر بس مو صفقه تبقى لك قرابه السنه بالمعتقد هل يعني ذلك بان زملائك في داخل الكتله السياسيه زملائك في الكتل الاخرى ما تعاونوا وياك بشكل او باخر ما وضعوا كثير من الاتفاقات السياسيه التي تبرم كانت تاتي من ضمنها قضايا اتهام من هذا القبيل السياسيين معينين ما راحوا ولا السياسيين باتجاه طرح هذا الموضوع كملف سياسي او كملف اعاده المحاكمه على الاقل الحقيقه يعني كثير من اللي تحدثت عنهم كانوا موقفهم ايجابي وحاولوا بالمرحله الماضيه لكن تعرف كل واحد ضمن امكانياته لكن متوفرت فرصه لا الكثير كان موقفه ايجابي معي بالمقابل اكو اخرين بالضد من هذا تعرف العمل السياسي يعني مو الكل يتفق معك
هناك من يتفق معك ويريد تكون جزء من الحالة السياسية، وهناك لا يشتغل بالضد من هذا. يعني الحالتين واجهتها، لكن الأغلبية كان موقفهم إيجابي. أكو جرائم، أكو جرائم اتهمت حضرتك بيها هي تشكل فد علامة فارقة بتاريخ أو بالذاكرة العراقية، منها تفجير البرلمان على سبيل المثال. طيب هسه محمد الدايني أثبت براءته أمام القضاء وهو موجود ببغداد حر طليق، من اللي فجر البرلمان لعد؟ القضية لما يعطى ملف سياسي بهذا الشكل يقصى منه نواب معارضين أو شيء، يعني أنه أكو عمق بهذا الموضوع. شنو اللي توصلت له؟ من اللي فجر البرلمان؟ تفجير البرلمان هل هي جريمة أخرى أم هي جريمة إلها علاقة معدة مسبقا لاتهام مسبق؟ لا، هو أكيد من ضمن الاتهامات اللي عدت مسبقا عملية تفجير البرلمان. العملية دا أقول مو الاتهام، العملية تعرف هو اللي يعني عملية التفجير. أنا كنت موجود بالتفجير وهذا ما أثبته القضاء العراقي، يعني بشهادة أعضاء المجلس اللي أيضا كانوا معاي أدلوا بشهادتهم. بعدين الأمن للبرلمان كان بيد القوات الأمريكية، ما نقدر إحنا ندخل. بعدين إحنا نمتلك باجات خضر يعني نخضع للتفتيش مو زروق في وقتها. والحالة التفجير أنا كنت موجود، حتى اللي استشهد هو زميلي ومن نفس الكتلة مالتي محمد عوض الله يرحمه. أنا شلته يعني نزلته من الكافتيريا ونزلته جوا، وكثير كثير من زملائي أنا أنقذتهم، قسم وديناهم المستشفى والقسم الآخر داويناهم ضمن المركز الصحي داخل مجلس النواب. وحقيقة حتى من يعني أثناء جلسات المرافعة اللي تخص تحديدا هذه القضية كان المختصين يعني القضاة يتحدثون من يقف وراء هذا التفجير. انت بريء. انا اريد اسالك هذا السؤال، لكن خلينا نروح الفاصل، هذا سؤال مهم اريد اوصل وياك بالنتيجة. فاصل قصير سادة المشاهدين الكرام ونعود لكم هذا الحوار. من جديد ارحب بكم سادة المشاهدين الكرام، وعود ضيفي الكريم السيد محمد الدايني النائب في مجلس النواب العراقي السابق. مرحبا حضرتك من جديد. من الذي فجر البرلمان اذا؟ هنا بدأوا الاخوه المعنيين داخل المحكمه يتحدثون انه انت فعلا توصلنا لبراءتك، لكن من يقف وراء ساعدنا؟ من نجي ننظر للمعطيات، الامن كان بيد القوات الامريكيه، منو له مصلحه يفجر سلطه تشريعيه؟ فما عندنا خيارين، القوات الأمريكية هي المعنية، يفترض هنا لازم نبحث يعني شلون دخل الانتحاري في وقتها. كانت عبونة أسفة موضوعة في لا كانت مو عبونة، انتحاري. انتحاري طبعا. زين، والموضوع الآخر، من يمتلك الباجات الزرق؟ احنا نواب ما كنا نمتلك، اللي يمتلكون على عدد أصابع اليد. منو كان يمتلك؟ الهيئة الرئاسة. وبعض النواب اللي عندهم نفوذ قريب من الحكومة كانت عندهم باجات زرق. أنا أعتقد قلت لهم تروحون لهذا وتقدرون تتوصلون توصلوا النتيجة ما؟ كطرف محايد. هو الحقيقة المستغرب بالموضوع، أعلى سلطة بالبلد يتم تفجيرها، ما تشكل لجنة إدارية ولا تشكل لجنة تحقيق. ماذا يعني هذا؟ أكيد أكو أطراف نافذة هي وراء عملية تفجير البرلمان، فهاي مسؤولية القضاء والجهات ذات العلاقة. والحد الآن هذا اللغز ما انفك. يعني ما هاي الجهات ذات العلاقة أنا أعتقد شغالة. شنو المصلحة كانت بوقتها؟ شغالة. شنو المصلحة كانت بوقتها لتفجير مجلس النواب؟ حتى يتهمون طرف معين وحتى يقولون هو اللي فجره؟ لا، قصة ثانية. أكيد هي بيها أكثر من بعد، بعد اتهام أطراف سياسية مثل ما صار معاي، وهذا مو بس هاي يعني هاي الجريمة، جرائم أخرى. معلوماتك شنو؟ مو تخميناتك. لا، هو له علاقة بالوضع السياسي أكيد. عندك يعني معلومة؟ والله هذا تدري ما نقدر نتحدث بهذه الطريقة أخوي حسام. ليش؟ لأنه تدري الجهات المختصة هي معنية بالموضوع، لأن هذه يشكل ويمس بالأمن القومي العراقي. الجهات ذات العلاقة أنا أعتقد مستمرة بهذا المدى. وتعاونت مع الجهات ذات العلاقة لما ما تقدر تحكي بالإعلام معلومة أكيد تعرفها؟ أكيد. إذا ما حكيتها للجهات المختصة وهذا تسكت. لا، تحدثنا بهذه الطريقة وأكو متابعة لهذا الملف. تعرف أنت الحد الآن الحديث أن إيران تتحكم بمصادر القرار العراقي وربما تحرك بعض الأشياء. النائب اللي يتهم قالوا إيران ما تريده، رئيس مجلس النواب يرجع قالوا إيران رجعته. في وقتها كان الحديث أيضا يشبه هذا الحديث. فعلا كانت إيران تتحكم بهذه المعطيات بهذا الشكل وبهذه الطريقة، أم تلك الأحزاب لها مصالح معينة للاستحواذ على السلطة مثل ما نسميه؟
يعني اذا تقصد ملفات، اي ملفات يعني ملفات بشكل عام، خلينا مثل بشكل عام خلينا نحكي عن حالتك انت. حالتك انت اكو عندي فيديو اريد اشوفك اياه في يوم الجلسه في يوم رفع الحصانه، عنك بالضبط. خلينا نشوفه ونرجع نسالك هذا السؤال، الفيديو اللي يتعلق بالحصانه. شباب، زياره الرئيس الايراني وقتل الشخص الذي اعترض على هذه العمليه في حي القادسيه المجاور للمنطقه الدوليه، نقل الاسلحه المستخدمه في العمليات الارهابيه من والى مكتبه بواسطة سيارات موكبي. 5، قتل صاغة الذهب في منطقة المنصور عددهم 2. 6، قتل عدد من الأشخاص في منطقة التحويلة في بعقوبة عددهم 115 ودفنهم أحياء في حفرة. 7، تزوير مذكرات قبض ينسب صدورها إلى القضاء. 8، قتل 7 أشخاص في اليرموك. 9، قتل النقيب حقي إسماعيل، إضافة إلى جرائم أخرى جاري التحقيق بشأنها. والجدير بالذكر أن عائلة الشهيد النائب محمد عوض هي التي تقدمت بطلب الشكوى إلى المحكمة، محكمة الكرخ، وبموجب هذه الدعوة المقامة في هذه المحكمة ورد إلينا اليوم طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن النائب، ولذلك هذا الأمر أعرضه على المجلس الموقر للتصويت. هل توافقون على رفع الحصانة؟ نعم. شفت حضرتك الفيديو، هنا يعترض النائب في حينها سيد سليم الجبوري على الصيغة ويقول للسيد خالد العطية أنه إحنا ما نثق فيك، ما عندنا ثقة بك، لازم تعرض القضية على اللجنة وأنت تحدثت في حينها. إدارة الملف داخل مجلس النواب بهذه السرعة يعطينا انطباع ما؟ هذا الانطباع أريد نفهمه، وريد نفهم دوافع أيضا سيادة النائب. هو أكيد يعني بداية الحلقة تحدثت أنه هذا الملف سلك على عجل اللي أرادوا بأي طريقة أنه يتخلصون. شنو الدافع؟ هو قلت لك ملف حقوق الإنسان، لازلت يعني أكد أنه عملية الاستهداف اللي حصلت بسبب ملف حقوق الإنسان وطريقة إدارتي لهذا الملف، و لأنه بالداخل ما كان أكو عملية كشف الملفات، ومن كنت أعرضها بالبرلمان حقيقة كانت أواجه صعوبة كبيرة. خلينا نحدد وياك السؤال أكثر حتى نوصل للنتيجة. كان قرار داخلي لو كان دفع من دولة معينة باتجاه أوقفوا هذا وأوقفوا ذاك، يعني ربما الحالتين تتقبل. أول شيء التخلص، التخلص من الأطراف اللي لها نفوذ وعملت بموجب الحالة اللي هي مضادة لهم، واحتمال أطراف أخرى خارجية. هذا الموضوع يعني يقبل بالحالتين، يعني راح تشيلك مثل حالة صارت عندنا بيوم 15 أو 16 بالشهر، يعني صار حصار على مدينة الصدر واستمر لمدة أسبوعين. جزء من عملي، جزء من العمل اللي يعني أخذت وفد كبير، وطبعا هذا دفعت ضريبة أيضا بي، ودخلت إلى مدينة الصدر بموافقة كانت خاصة، وعقدت مؤتمر صحفي وأخذت كل الإعلام معي في وقتها، وحتى المحطات الأمريكية، لأن الأمريكان هم كانوا معنيين وهم وفروا حالة الحصار على المدينة، وجدت من الدمار الهائل بالمدينة، طائرات الأباشي تقصف من الجو وقناصين تشرع البنايات العالية، وبنفس الوقت أزعج من هذا موضوع زين؟ لا مو زين، كيف زين؟ وبنفس الوقت لقيت لا الموضوع زين ان انت المجاري طافحه ولقيت جثث من الشوارع. افهم الموضوع زين ان انت تاخذ وياك نواب وتروحون على مدينه الصدر وهي محاصره، شيء جيد، بس ايش منه هذا؟ شلون دخلتهم؟ وتدري هذا الموضوع دخلنا بطريقه ضمن الصلاحيات اللي احنا نمتلكها. هذا ازعج الكثير، لان يعني ظهرت بالاعلام حاله المدينه. من الكثير يعني بعض الاطراف الموجوده في الحكومه في وقتها انزعجت من هذه الحاله، وفعلا انا يعني حتى مع الجانب الامريكي، لان الجانب الامريكي هم معني كان في وقتها بال 2007 حتى الامريكان انزعجوا طبعا فيها. انزعجوا واتصلوا بي وكيف تروح وهاي دول ارهابيين. قلت ما رحت، لقيت ارهابيين، لقيت جثث بالشوارع، اطفال ونساء، ومنطقه يعني بيها. ودخلت بقصة الزرقاء في حينها اتذكر، طبعا جزء من عملنا هو كان ايضا وثق حتى الزرقاء فعلا، وهذه توثقت على مستوى الداخل. يعني نائبه مثل كل العراق، ليش شنو علاقتي يعني؟
يعني هلا مثل اني دياله يا اخوي حسام، انا امثل كل العراق. احنا ناس نحب بلدنا، نحب شعبنا، قريبين على شعبنا، بعدين احنا كنا خاله. يعني احنا مو جينا ويا القوات الامريكيه على الدبابات على ظهورها، احنا كنا الخاله. كان اكو يعني انتهاك شعبنا نعرفه، نعرفه بدياله ونعرفه بالبصره ونعرفه بالبركه. كان اكو انتهاك متعمد في هذه القضيه؟ اكيد طبعا. من اللي يوقف عمليه عدم محاسبة الذين وقفوا خلف هذه الملفات اللي تتحدث عنها الكثيرة؟ أنا أعتقد هذه الملفات مقبورة لكن لن تموت، وراح يجي يوم من الأيام تتحرك. من اللي مثل ما ملفات الفساد الآن، من اللي يقبرها هاي؟ من اللي المتضرر منها؟ هذا تعرف، ما تريد تسمي الأشياء. أكو أطراف متضررة عملت بالمرحلة الماضية بطريقة عشوائية، وهذا الموضوع يزعجها إذا انثارت، لكن هذه الملفات هي موثقة ويجي وقتها هي تخرج. جيد، عندك مشروع سياسي مقبل ولا لا؟ المشروع السياسي اليوم لازم نفرق بين هل هو انتخابي أم مشروع سياسي. مشروع سياسي، مشروع سياسي يوصلك. نعم، بس تعرف اليوم شعبنا ما جاي يتقبل أي شيء اسمه انتخابات. مع الأسف فشل من 2003 لغاية يومنا هذا. الأدوات اللي موجودة الآن الكثير منها شعبنا ما جاي يتقبلها. وإضافة لهذا هو هذا المزعج بالأمر، أنه الكثير منهم مع الأسف ارتباطاتهم خارجية. يعني ما عنده رأي، لا رأي ولا إرادة داخلية. أنا أنصح هذه الأطراف اللي موجودة اليوم واللي مستقوية بالخارج عليها أن تفك شراكتها مع الخارج، لأن الشعب أصبح واعي ومدرك لحجم خطورة هذا الانتخابات. أنت من دعاة تأجيلها؟ هو خلنا نسأل، هل الانتخابات ستحصل أم هو لن تحصل؟ طيب ممتاز، أنت شو تقول؟ تحصل أنا أعتقد الانتخابات فيها معطيات اثنين، أكو خارجي وأكو داخلي. الخارج المؤشرات اللي نمتلكها ما راح يدفعون باتجاه أن تحصل الانتخابات. هذا فيما يخص الخارج. الداخل أنا أعتقد ماكو أجواء مهيئة. ليش؟ لأنه مدن مدمرة، شعب مهجر، من ينتخبنا؟ طيب شنو البديل عن الانتخابات؟ شو السبب؟ إذا ما عندنا انتخابات وين؟ أكو خيارات. شنو أعتقد روح بخيارات أخرى. يعني مو شرط الانتخابات، الوضع يهدأ، نحاول الآن في هذه المرحلة نهتم بملفات الملف الإنساني اللي هو إرجاع الناس إلى أماكنها، توفير أجواء العيش الصحيح للناس. عندنا دستور وبمواقيت محدده، خلينا نروح الدستور. مو اهم الدستور، مو اهم من الدم العراقي. ممتاز، خليني اروح. احنا شعبنا خلينا نوقف نزيف الدم اليوم الحاصل اللي هو مستمر، وخايفين احنا على المرحله الجايه ربما تكون اخطر بكثير من المرحله الماضيه. خلينا نروح الفاصل وناقش ويا حضرتك هذا المحور. سادة المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود لكم هذا الحوار. من جديد ارحب بكم سادة المشاهدين الكرام، واعود لضيفي السيد محمد الدايني. مرحبا بحضرتك من جديد. تدفعون دائما، هذا ما يبدو واضحا، بعض خلينا نقول الجبهه المعارضه تدفع دائما باتجاه تاجيل الانتخابات. ما معقول طبعا هذه ممكن تشترك مثل ما تفضلت بها حضرتك رؤيه خارجيه، ايضا بعض الدول ترى بان الانتخابات غير مناسب وقتها بالوقت الحالي. السؤال هو انه احنا عندنا دستور، عندنا مواقيت. مجلس النواب إذا انتهت الأربع سنوات التقويمية راح ينتهي صلاحية والحكومة تصير تصريف أعمال، ويمكن الأزمات تتفاقم أكبر. من يقول هاي الحالة راح تودينا المنطقة آمنة مثل ما أنتم تقولون؟ أخي حسام، أول شيء أنا ليس من الجبهة المعارضة، أنا جزء من عملية سياسية إنشاء الاحتلال بعد 2003. إذا أنا راضي ومقتنع بالحالة اللي إحنا فيه. أما فيما يخص الانتخابات، تتحدث لي عن دستور ودماء شعبنا تنزف. أنا ما عندي اليوم الدستور أهم من الشعب ولا من دماء هاي الناس اللي جت تنزل. نعم أكو تحول كبير وأكو استقرار تدريجي ضمن الحالة اللي يعني منذ سنتين وجاي الوضع بدأ يتحسن. شنو السيناريو البديل اللي تطرحوه على الانتخابات؟ شنو إذا 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 توفرت الأجواء المناسبة وإعادة الناس إلى مواقعها وتوفير أجواء ملائمة للناس؟ اليوم العالم تيجي تقول انتخابات، تقول لك انتخابات، وفر لي ارض اقعد عليها، وفر لي اطفالي اللي صار لهم سنتين بدون سنتين ثلاثه. شلون اوفر لهم بمجلس نواب متوقف وحكومه تصريف اعمال؟ لا انا اعتقد مو هيك شيء. شلون لا؟ اذا رحنا باتجاه عمليه ابعد من هذا، كان تكون حكومه يراسها مثل ما موجود السيد العبادي، يروح باتجاه حكومه يراسها السيد العبادي لمده سنتين، والصلاحيات التشريعيه تمنح له. ما هذا هنا راح يصير تداخل خارجي،
يعني تداخل الخارج الأممي يعني الجهة الرسمية الأممية مثل ما سووا تداخل بال ودولوا قضية العراق، أنا أعتقد أكو إمكانية لتدويل لكن بطريقة أخرى، لأن لا زال العراق يخضع للبند السادس. هذا تجميد الدستور أخوي حسام، أنا شلي بالدستور وشعبنا ممزق، ما شلي علاقة بالدستور أني أنا اليوم الدم العراقي مصان، أنا أريد أحمي اليوم الشعب، شلون أحميه؟ الأمريكان يردون يأجيون، خلي يجي كائن ما اليوم يحمي الشعب ضمن آلية وطنية مو خارجية، مو جيب لي انت الاحتلال مثل ما جابوا لنا اياه بال 2003. الامريكان يردون تاجيل لامريكا، وهذا حال البلد اللي احنا وصلنا. الامريكان يردون تاجيل لامريكا، اعتقد اسال انت ما وصلت معلومات معينه بعض المسؤولين اللي زاروا امريكا مؤخرا، اعتقد يجاوبوك على هذا السؤال. انت معلوماتك شنو؟ معلوماتنا احنا قبل فتره يعني عندنا مؤشرات انه ما راح يروحون باتجاه الانتخابات، ما يدعمون انتخابات بهذا التوقيت، ما يدعموها، عندهم سيناريو بديل لأسباب. هو ما يقول لك ما أدعم انتخابات، لكن يقول لك وفر أجواء ملائمة إرجاع الناس لمناطقهم ووفر. هذا إجى بطلب من الكتل السنية بين اقتباسين. أنا ما تهمني الكتل السنية أخويا. أنت مو جزء منهم؟ لا أنا مو جزء، أنا ما أمثل ولا في يوم من الأيام تحدثت بهذا المصطلح، لأن هذا المصطلح حقيقة مؤذي إلي. أنا من عائلة معروفة، منو والدي، منو والدتي، منو زوجتي، وبالتالي لا أؤمن بهذه المسميات. اليوم إحنا أمام أنظارنا شلون نحمي شعبنا وننقل به من الحالة اللي هو به لحالة أفضل. وبالتالي الكتل التي تمثل المناطق المحررة، خلي أقول ما نقول الكتل السنية، طلبت أنه تأجل الانتخابات. والله هذا أسألهم إذا أنا ما عندي فكرة عن هذا الموضوع، هذا وجهة النظر مالتي أنا أتحدث لك عنها. الآن مشروعك السياسي ينتمي إلى ماذا؟ هل هو مشروع انتخابي؟ هل هو مشروع سياسي؟ راح تتحالف ويا أحدك وحوارات؟ عملية العودة ماتك راح تكون طبيعية للعملية السياسية من جديد والمجلس النواب مثلا؟ هو إحنا ما جنفكر بمجلس نواب ولا جنفكر بعمل سياسي وانتخابات. إحنا اليوم همنا الجانب الإنساني، الملف الإنساني، وهو جزء الكبير من مشروع أكبر اللي هو المشروع السياسي. اليوم كيف تتعامل مع هذه الملفات الشائكة، كيف تساعد الناس أن ترجع. وتدري نمتلك علاقات متميزة مع الجميع، كثير من زملائنا وأخواننا اليوم مستمرين. هذا عملك بشكل منفرد لو ضمن جبهة الحوار؟ لا 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 لا، بنشتغل ضمن جزء من نخب من المجتمع العراقي يمثلون كل أطياف الشارع العراقي. علاقتك بجبهة الحوار الآن شنو؟ جيدة، بس هذا لا يعني انت مو جزء منها؟ بعيد عنها؟ لا مو جزء منها، مو جزء منها، لا بس قريبين احنا. الحد ما طلعت مجلس النواب انت جزء من جبهه الحوار ضمن الكتله النيابيه في تعرف الظروف اختلفت عزيزي حسام، اختلفت الظروف، بس تدري احنا كلهم اخواننا واصدقائنا وعلى الجانب الانساني علاقات متميزه معهم، لكن نختلف في بعض الافكار ربما هنا وهناك. احنا اليوم اهم شيء عندنا شلون نساعد ناسنا ونخرجهم من عنق الزجاج اللي هم بيه، مدن مهدمة وشعب مهجم. شلون تعمل؟ هسه أنا أريد أفهم نقطة واحدة بس. عندك حزب جديد، عندك مشروع سياسي جديد، أنت متحالف ويا أحد، هذا اللي تتحدث عنه حضرتك عناوين تحدثون بها أغلب السياسيين. بالضبط مشروعك الشخصي السياسي المقبل شنو شكله؟ شنو اللي تريده بالضبط؟ وين راح تصير؟ شنو خطابك؟ شنو النوعية الجديدة راح تقدمها؟ أول شيء ضمن إطار عراق واحد. يعني الإطار العام هو إطار وطني. يقول إطار وطني يعني شامل يمثل كل العراقيين. كل العراقيين يتقبلوك بصراحة؟ خلص اللي تعرف هذا مثل ما استهدفت بهذه الطريقة وناضلت وصراع وصابني أذى كبير خارج البلد وثمان سنوات وقدرت أحقق براءتي على مستوى الخارج على مستوى المجتمع الدولي وأرجع العراق وأيضا أحصن نفسي وأخذ براءتي، هذا نموذج أخوي حسام. اليوم إذا أكو يأس بالمجتمع العراقي، احنا اليوم ما نقدر كلنا نقنع كل المجتمع العراقي، كل واحد ضمن توجهاته وافكاره، لا خلينا كثير متقاربين كثير متقاربين ضمن الافكار والهواجس اللي احنا خلينا نكون صريح خاصه وياك. بعد فشل الاغلبيه. خلينا نكون صريح وياك، حضرتك من دياله، ممكن محيطك بيئتك بعض المناطق المجاوره ممكن تقدر تتحرك بموجبها. بالجنوب انت تقول ضمن عراق واحد، بالجنوب اكو عندك هذا التقبل، عندك علاقات وياهم. عشيره الداينيه لازم تعرف، احكي لك هسه على العشيره بعدين اتحول لك على الوطن. انا بن عشيره، قسم من اليمين والقسم الاخر نشوف. بالعماره نفس العماره ولد عمي يلتقون معي يجوز التاسع وعاشر ظهر، وكذلك بكربله وبالناصريه وبالكوت وبطويريج.
هاي عشائرنا إضافة إلى إديالة والمحافظات الأخرى. المجتمع العراقي هو هذا تركيبته. أنت لا تقول لي إنه أنت والله من إديالة ما تشتغل بغير لا. اليوم الحالة اختلفت، أكو وعي وإدراك بالمجتمع العراقي. بدأ ينفر من الكل، يريد إنقاذ للحالة اللي إحنا بيها حالة مزرية. إحنا قشمر نفسنا، دول كانت متخلفة كثير، بعدنا الآن سبقتنا. يعني كبار رجالات العراق هم يمشون هذه الدول. عندي فقرة اسمها صورة وتعليق. وما بقى لنا الوقت هواية، أريد أعرض لك الصور وأطلب من حضرتك تعليق عليها. الصورة الأولى شباب خلينا نشوفها. السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى، يقال بأن السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى، هكذا يقال حتى ما يجون يقاضوني، أنه يشترك في بعض الأحيان بتأجيل الحسم بملفات معينة وإبراز ملفات معينة وربما تسهيل إجراءات معينة بدوافع سياسية. هل فعلا هذا لمست هذا الشيء لو لا؟ بصراحة هو الآن يعني الأستاذ مدحت المحمود رئيس محكمة اتحادية الآن، فبس في حين اتحادية تدري عملهم لا تمام، بس هو كان رئيس مجلس قضاء محدد يعني. بس هو كان رئيس مجلس قضاء، أنا أسألك من كان رئيس مجلس قضاء أعلى؟ ما لمست هذا الشيء بملفي. ملفك ما لمسته؟ لا طبعا. أنت ملفي لأنه كان ملف ما به مجال، يعني صحيح شائك لكن اللي اشتغلوه بمهنية عالية وهذا اللي كنا احنا يعني كانت الحيادية في ملف الداني حاضرة في القضاء، لكن أنا من كنت يعني حتى أكون يعني صادق معك ما كان مقصر ضمن واجبي، يعني من طلبت في وقتها من يفتح بعض الأقسام المعنية ضمن طبيعة عملي كلجنة الرجل كان يستجيب. عندنا كثير من السياسيين الذين تم استبعادهم أو إدانتهم بجرائم إرهاب، مثل مثلا طارق الهاشمي، مثل الآن السيد رافع العيساوي هو ما يزال متهم ولم تبت بقضيته لغاية الآن. تعتقد أنه هاي القضايا أيضا سياسية وبها دوافع بنفس الشكل أم لا ممكن بها عمق آخر؟ هاي شو وقت نعرف بها السياسية؟ طبعا تدري كثير من قناعته مشابهة لملف قناعته توفق تجربته. بس أنا شو أقول، أنا أنصح ضمن الحالة اللي إحنا بيها أكو أجواء حقيقة مهيئة، كل واحد يعتقد أنه هو استهدف أو شمل بملف ضمن قضايا شبيهة لقضية الدايني، أنا أعتقد يرجع للعراق برأيي، أنصحه يرجع للعراق بغض النظر عن المسميات ويخضع ويمثل للقضاء. إذا كان بريء ومعتقد بداخله أنه هو بريء يعني أكثر من وتضمن له وفق تجربتك محكمة عادلة. أنا بس إذا تأذن لي، يعني محمد الدايني ما متهم بالكوربشن بالفساد، محمد دايم متهم بالإرهاب، يعني محكومة بالإعدام وإجا برجلية ونزل بمطار بغداد وراح سلم روحه. شنو اللي خلاني أجي يعني مطمئن من نفسي؟ لأنه أنا بريء وشايل براءتي بيدي الوثائق، يعني جزء منها يمكن لو تعرضوا كثير قالوا محمد دايم قاتلهم، جابتهم لجنة التحقيق رئيس جعفر الموسوي وموجود عندك الفيلم تقدر تعرضه. خلينا نشوف الصورة الثانية لأنه وقت إداهمني. الصورة الثانية يا شباب، السيد محمود المشهداني كان رئيسا لمجلس النواب في حينها، ما دار الجلسة وقتها، هو كانت تربط بك علاقة، لكن يمكن معاتبة نوعا ما أنه هو كرئيس لمجلس النواب في حينها ما تصرف أو ما تصدى بشكل أو بآخر على الأقل لإحالة ملفك المجلس اللجنة المختصة داخل مجلس النواب. معلوماتك مو دقيقة أخوي حسام، من صارت عملية رفع الحصانة الدكتور المشهداني كان خارج السلطة التشريعية، أقيل في وقتها، أقيل في حين طبعا. طيب حماية المشهداني أيضا من جملة الناس الذين اتهموا بتفجير البرلمان في وقتها. هاي أكو موجود عندك تقرير لجنة اللي رئيسها جعفر الموسوي أكدت أنه أحد أفراد الحماية، بس هذا لا يعني أنه المشهداني له علاقة، هذا التحقيق يأخذ مجرى ويعرف. إيه طبعا. شنو كان رأيك بإدارته لمجلس النواب في حينها؟ الدكتور المشهداني شوف احنا وصلنا لقناعه الاسلاميين فشلوا بامتياز وعليهم ان يغادروا مناصبهم، كل الاسلاميين ينطون مجال للكفاءات هي اللي تصدر المشهد، هذا لا يعني ان اقصاهم بس المفاصل ذات العلاقه اللي لها بسلطه القرار انا اعتقد تصدرها النخب وكفاءات، بلد غاص بالكفاءات وهذه عمليه الفشل واضحه، 14 سنه فشل وبالتالي احنا ما عندنا استعداد بعد نعطي مزيد من تدعو للمغادره كاسلامي احمد مشهداني؟ رجل كبير بالسن المشهداني، انا اعتقد هو متقاعد، ما يحتاج احنا نقول له اطلع، هو متقاعد وقاعد يم حرمته. طيب هو كان مستقيل في حينها، انا صار عندي تداخل، كان في وقت
رفع الحصانة عنك سيد أد سامرائي رئيسا لمجلس النواب؟ لا هو صار كانت بالفترة الانتقالية فترة ما بين الاثنين. خالد العطية هو اللي كان يرأس الجلسة وهي هاي كانت الخاسرة الله يسامحه سلكه وهي هاي كانت الخاسرة الهشة اللي ما ساعدتك سياسيا أو نيابيا بوقتها لو شيء ثاني. لا لا هو حتى عملية رفع الحصانة حسام حبيبي الله يحفظك العملية من صارت ما كانت بيها غطاء قانوني واللجنة التحقيقية برئاسة جعفر ما كان بيها غلط أثبتت مفهوم. عملية رفع الحصانة غير قانونية مفهوم ما كان بيها غطاء قانوني نعم. لكن هيئة الرئاسة لها الحق أن تتداول فيما بينها وتتخذ القرار المناسب وفقا للنظام الداخلي اللي هذا اللي هذا الكلام ما صار بالقصة مادته. هل أن عدم تعيين رئيس مجلس النواب في حينها كان سبب وراء ذلك؟ هو بغض النظر أي رئيس برلمان هو إدارة الجلسة تعتمد على الشخص ويتماشى مع أنظمة وقوانين. الشيخ العطية ما تماشى مع أنظمة وقوانين سلق الموضوع وراد بالطريقة ضمن الأفكار وهواجس والتأثير اللي كانت تحيط به ومشى بهذا الشكل. سيد محمد الدايني النائب في مجلس النواب العراقي السابق أشكرك شكر جزيل لحضورك معانا. للأسف الوقت انتهى. شكرا جزيلا جنابك وأنتم سادة المشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة. ألتقيكم في حوارات مقبلة بإذن الله تعالى.